محاولة ولكن استخلاص دفاعي بشكل ممتاز والإبعاد من مناطق الخطورة في الأمام. انطلق الآن حاضر أمامنا وانفرادة حاضرة داخل منطقة الجزاء. يا سلام يا ساجومبا، يا سلام يا ساجومبا، الرابع يأتي الآن يضرب بقوة. الآن في رمضان يكرم الضيف حق إكرام الهلال برباعية، وما أروعها من رباعية من القطار الذي لا يتوقف من توربيد أم درمان أو الهلال سادومبا. رقصة واحتفالية والجماهير بأجمل الألحان حاضر الآن والأفراح حاضر أمامنا الآن. إذن الهدف الرابع يأتي الآن لصالح الهلال، قاطع مشوار من الخلف بشتى الأنفس، يعني بالمواصلات قاطع المشوار في الكرة الماضية بالصعوبة، ولكن اللمسة الأخيرة نظرة واتجاه الشباك ولقاء وابتسامة أزلية لجماهير الهلال في هذا اللقاء. أربعة، وما أجملها من أهداف، وما أجملها من أهداف. نعم لاعب لا يتعامل إلا بلغة الأهداف، إلا بلغة المهارة، سرعة في الاقتراب في اللقطة على التنفيذ. مهدي مرياح إرسال كرة أمامية ومقطوعة هلالية تتحول مع سامي عبد الله. إرسال كرة من جانب سامي أمامية اتجاه سادومبا. سادومبا يحاول اصطياد الكرة بالرأس لكن مرت، تحولت هلالية. أسرع يا كاريكا، أسرع يا كاريكا، انطلاقة من جانب كاريكا. كاريكا يحاول المرور، يدخل منطقة الجزاء، يسدد كرة حلوة حلوة، جول هلالي. سادومبا 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 سادومبا، والزيمبابوي يفتتح المباراة، يفك الشفرات، يفك الشفرات التونسية، يحرز الضربة الهلالية الأولى. جول هلالي، جول هلالي بإمضاء إدوار سادومبا. لكاريكا المجهود، لكاريكا فن الطبخ والصناعة، لكاريكا فن الإجادة والإعداد، ولهذا زيمبابوي النهاية السعيدة، النهاية السعيدة. أين اللقطة يا محمد سليمان؟ أين اللقطة يا محمد سليمان؟ هذا كاريكا، هذا كاريكا، مرة كاريكا أخذ اثنين، حارس المرمى أخطأ، وسادومبا في الموعد، سادومبا في الموعد، سادومبا يعاقب عادل نفسه. نتمناها إيجابية اليوم لفايدة الأفريقي. هذه الكرة خطيرة، يخرج عادل، يلا يا نفسي مرة أخرى، تلعب بالنار يا عادل، تلعب بالنار، تلعب بالنار يا عادل. هدف في فايدة الهلال، هدف في باغة الجميع في ملعب رادس. هفوة كبرى لا تغتفر من نفس الكبير، كلف غالي نادي الهلال. كاريكا هو اللي استغل الهفوة، هو اللي سجل هدف التقدم للنادي الهلالي على حساب النادي. قلنا بديع، قلنا الأخطاء على مستوى الدفاع تكلمنا عليه وعودنا شيء هذا. شوفوا اللخبطة في دفاع النادي الإفريقي، خروج غير موفق لعادل نفسي. شوف الكرة هنا ترجع قدام اللاعب هيثم مصطفى اللي حضرها، رقم 6 اللاعب توماس، اللاعب توماس حضرها، واللاعب سادومبا في مكان متحرر. إعادة للقطة، غلطة كبيرة، اللاعب توماس يرجع الكرة. لعب إنيمبا على لعيب الهلال، ادي هجمة راح تلعب سادومبا، سادومبا جول 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 جول. الله الله الله، تسلم رجليك، تسلم ايديك، تسلم عينيك، تسلم لي كل حته فيك يا نجم يا كبير. ادوارد سادومبا يحطها جميله بحرفنه بحنيه بلمسه جميله سحريه. فين يا جماعه؟ ده في الشباك يا حبيبي، في الشباك يا حبيبي، في شباك مرمى انيمبا. الله على الهجمه السريعه، الله على الهجمه المرتده، وعلى طول تحرك بلمسه ممتازه. لسه بقول لكم هذا اللاعب هداف كبير، هذا اللاعب قناص موجود. وبص المهاره، المهاره موجوده ازاي. اللاعب سادومبا عدى بلمسه حلوه سحريه رائعه من قدام اللاعب اوتشيكالو. هجمه على اليمين، تعدي من خليفه احمد، عدى خليفه، عرضيه من خليفه، جوه جول جوه جول جول. هدف التعادل، هدف التعادل للهلال السوداني في مرمى انيمبا النيجيري. ياه ياه ياه، لسه بقول لكم خليفه احمد واللعب على الجناب
هو مفتاح اللعب، هو مفتاح الفوز. وخليفة أحمد يعمل انطلاقة على الطرف اليمين ويعمل باصة حلوة سحرية متأشرة بالملي تصل لأقدام النجم الكبير، نجم المباراة ونجم الهلال والهداف القناص الموهوب، وهو النجم الزيمبابوي إدوارد السيد. ثم مصطفى في التنفيذ، جماهير تهتم باسم هيثم، كرة ملعوبة، محاولة رأسية ولكن مستخلصة، ما زالت تسديدة ولكن من الأول يقيم سادة سادة سادمبا. هو الإحصار، هو الإحصار يبدأ من البداية بيقول الأهداف متخصص متعهد، هو العنوان العالي للتهتيم، سادة يفعلها من البداية ويولع المدرجات، مدرجات من نار لانتصار للهلال في الدار. هدف أول عن طريق ساسا هي البداية، ليس إلا وإجراءات الدفن الرسمي بالمقبرة تبدأ. يا نمبا شوف سيدا بالعرضية بتسديدة من جانب سيدا، رأسية كانت لم تمر من توريه، عادت بعد ذلك أتحاول فيها باري ديمبا وساسا في التوقيت المناسب للهدف الأول والهدف السابع لساسا سادومبا. لاعب يعرف درب المرمى، يعرف درب المرمى، لم يولد تنبيه، الراجل دولة جوا الشبكة، جوا الشبكة مولود ومتخصص في الفريق النيجيري، يدون الهدف الثالث لصالح في مرمى فريق أنيامبا النيجيري، وبالتخصص من هذا اللاعب يقدم هدية كبيرة للجماهير الحاضرة من البداية، وبإذن الله السير على هذا الدرب. بداية وما أجملها من بداية، هدف وما أجمل من هدف، يعني الكثير للهلال بفضل هذا الدعم الجماهيري والثقة الكبيرة لفريق نادي الهلال في المباريات الماضية. يؤدي الفريق على أعلى مستوى من البداية، محاولة للتقدم واستخلاص حاضر أمامنا من جانب تير توماس، كرة وصل، يا سلام توري، الكرة الماضية ودى شيدي جونسون وداه نيجيريا، سلم على أهل وجابه مرة ثانية في الكرة الماضية، محاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، الحذر إبعاد الكرة، محاولة ما زالت قائمة، وعمر بخيت المعلم يبعد الكرة الماضية. عادت مجددا خليفة، تمرير في منتصف الملعب، هيثم مصطفى محاولة المرور ولكن حكم المباراة يأمر بالاستمرارية. وصلت الكرة إبراهيم توري، يلا يا توري، محاولة لتمرير للمدينة ولكن قراءة دفاعية من إيفان إيدي. مباراة تبدأ من البداية وين؟ مش في ملعب الهلال، جوا فرن الهلال، جوا الفرن الهلالي، تبدأ حامية من البداية بين الفريقين، وإبعاد الكرة الماضية يأتي عن طريق باري ديمبا. كرة مرت إلى رمية تماس جانبية وتوجيه من فيليكس إيمورتي مدرب نادي أنيمبا في الكرة الماضية، توجيهات متواصلة، قلق بكل تأكيد بعد الهدف، يلا يا المدينة، محاولة التقدم والانطلاقة ولكن الاستخلاص يأتي عن طريق إيمانويل إنيانو. كرة في منتصف الملعب وخطأ على عمر بخيت، ممتازين يا شباب، 10 على 10 يا شباب حتى الآن، رغم أن الوقت ما زال مبكر عن الحديث عن النتيجة ولكن هذا الأداء مطمئن حتى الآن. كرة ملعوبة في الأمام، محاول حاضر أمامنا، السلام يا تير توماس، أثير يخلص سخلص الكرة الماضية في منتصف الملعب، لمسة من هيثم مصطفى، دويتو جميل بين هيثم وتوري في مباراة اليوم، حاول من جانب عمر بخيت أو من جانب توري وخطأ على إبراهيم توري، خطأ لصالح وتيكبا في منتصف الملعب، ملعوب، حاولت التقدم للأمام، هدف لابد لألا يدخل في نمضين للفريق الهلالي. دقيقة 17 إذا من الشوط الثاني، منعرج جديد في المباراة. ضربة جزاء إذا للفريق الهلالي في وقت التغيير، باش يدخل لاعب أوتوبانج، لاعب أوتوبانج بديل لبكر المدينة، إذا مهاجم مهاجم، نفس الوظيفة نفس الاختيار، لكن التغيير في الأسماء فقط لفريق المدرب ميتشو، فريق السربي ميتشو اللي عنده الشانس الآن ليفتح سجل التهديف في المباراة بهدف أول من خلال فرصة قد تعود من خلال ركلة جزاء، ضربة جزاء زفرها الحكم المالي كارم بي بإشارة من المساعد. إذا ننتظر التنفيذ، أي دور الحارس ياسين الحاج، أيضا خروج رقم 6، التغيير وخروج لاعب رقم 6 اللاعب توماس في تشكيل فريق الهلال.
سنتابع المباراة في لحظة مفصلية في المباراة، في النتيجة، في اللقاء، في طموحات كل فريق لدوري الأبطال. الحارس ياسين الحاد في مقابلة الهداف لدوري الأبطال اللاعب إدوارد سادومبا، بينما هنا التغيير ودخول أوتوبونغ في تشكيل الفريق السوداني. سنتابع هذه المباراة وسنتابع هذه الفرصة وهذه الكرة، محاولة لفريق الهلال. ضربة جزاء في هذا التوقيت تقريب 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني. إدوارد سادومبا يتصدى للحدث، يريد أن يغير نتيجة المباراة. هل يسجل سادومبا ثالث أهدافه في دوري المجموعات؟ هو الهدف الوحيد للهلال في البطولة في الجروب باعتبار سجل هدفين مباراة ينبع. خلال هذا الموسم اللي بدأ صعب على أندية المشاركة، أنت مصطفى أول كرة سادومبا، يلا سادومبا، يلا سادومبا، يلا سادومبا. صفر الحضري في هذه اللقطة، في هذه الثانية. لاحظ، لاحظ هذا الجمال، لاحظ علم المريخ أين يا جماعة، لاحظ علم المريخ في وسط الجماهير. هذا هو رد للمتعصبين، هذا هو رد للمتشددين، هذا هو رد للذين يلعبون باسم الوطن. ويا لا أريد أن أذهب بعد ذلك، اللقطة معبرة، محب لنادي المريخ بعلم المريخ يفرح في وسط الجماهير الهلالية. هنا هؤلاء هم ابناء السودان في كل مكان. انتباه، انتباه، انتباه مطلوب لنحافظ على ردة الفعل لنجعل الضغط النفسي يتحسن. الهلال في الجهه اليسرى للانطلاقه مع خليفه احمد، خليفه يلعب لكاريكا، يطلق كاريكا، يبحث عن تسديد كاريكا، هي كورتو وممكن يهزم. افرح يا زول، والكرة في الجول. هلالية منذ الدقائق الأولى، والموج الأزرق يأتي بالأول، والاتحاد في انتظار عودة التيحة. هذه هي البداية القوية، واحد لا شيء، وفرحة الأنصار بمدرجات الهلال. إذن فرحة كبيرة هلالية، تعبئة جماهيرية بحضور جماهيره الواسعة والوفية، لكن الرياح سارت عكس ما تشتهيه أمنيات أبناء البرازيلي كامبوس. يا راجل سجل. الكتيبة وصلت إلى لومباشي تحمل طموحا كبيرا، وتعيد بتحسن الحال وإسعاد كل من حزن في أم درمان. وبدأ الامتحان الذي يكرم عنده المرء أو يهان، والمفاجأة الكبيرة أن الهلال لعب بروح قتالية لم نرها من قبل، ووصل إلى الشباك في وقت مبكر لينفتح باب أمل جديد. بهدف الكونغولي حاول الرد، لكن شهيته انسدت أمام قوة الموج الأزرق الذي سار على قاعدة الوقت من ذهب، وراح للبحث عن إضافة المزيد من الأهداف ليكون سادومبا مرة أخرى في المكان المناسب. هلالي هو الهلالي، صدق أو لا تصدق، 2-0 للموج الأزرق، 2-0 للموج الأزرق، 2-0 لفريق الهلال. أسجد يا هيثم، الحمد لله. استغلال الوقت شيء أساسي في مباراة اليوم، لكن الأهم ألا يقع الهلالي في فخ التسرع ليضيع أهدافا محققة تذكرنا بسيناريو مباراة الذهاب. ابتسم الحظ للموج الأزرق ولو للحظات عندما اختارت الكرة أن ترأف بحال الضيوف مرتين، كان فيهما الخطر على إترات ومعز محجوب في المكان. مباشرة من جانب ملعوبة، يا سلام سلم، يا سلام سلم، كورة وفن وأنغام تتكلم، راسية ذهبية، راسية ماسية لزيمبابوي إدوارد سادومبا، يعرف تماما طريق الشباك، طريق شباك فريق بلده، بالراس حلوة، بالراس، راسية رائعة،
راسية جميلة من جانب يرفع غلة الأهداف لتكون مريحة في زيمبابوي، تكون مريحة هناك. وكرة ملعوبة، بالرغم أنه فريق كابس يونايتد لم يحقق الانتصار بأكثر من هدفين في مسيرته هذا الموسم. سادوبا، ركلة جزاء الغاضية، الزيمبابوي المكير القصير إدوارد سادومبا، إدوارد سادومبا راوغ ودخل بين اثنين، وضع نفسه تكتيكي زيمبابوي في ملعب استاد الهلال. سادومبا يا ولد يا فنان، يا ولد يا جميل، يا ولد يا مبدع. على اليمين الكرة، على اليسار الحارس، أو الحارس يمين والكرة يسار، هدف ثالث لمصلحة الهلال، 3 أهداف. الهلال واضح أنه قاري هذه المباراة جيدا، واضح أنه مرتب أموره جيدا، واضح أنه يعني استطاع أن يعرف من أين تؤكل الكتف. تاوي، سيف، سيف، مرر الكرة من اليمين لليسار، والتمرير والمراوغة، انهار الفريق الزيمبابوي، انهار الفريق الزيمبابوي. خليفة، خلص المباراة يا سادومبا، خلص المباراة. هاتريك، هاتريك للزيمبابوي، هاتريك لسادومبا. قلت لكم يعرف الطريق، يعرف الطريق تماما لشباك بلاده. ضرب الضربة الرابعة الموجعة. من أين يأتي بالصوت يا سادومبا لكل هذه الأهداف؟ لكل هذه الأهداف، من أين؟ من أين يأتي بها؟ كورة كانت ملعوبة حلوة، سادومبا لما في القدم اليمنى، في الشبكة، في الشبكة يا شباندا أدمور، رباعية هلالية. المرمى يتقدم للتنفيذ، يعني كل اللاعبين يتقدم حارس المرمى، يلعب كرة قوية كانت، قوية كانت المحاولة في المرتدة، في المرتدة فعلا.